اليوم راح أتكلم عن جهاز الآي ماك 27 إنش، وهو الأخ الأكبر لجهاز الآي ماك اللي شرحته في فيديو سابق اللي كان بحجم 21 إنش. لكن هذا الجهاز أنصح فيه بسبب الحاجة الأولى أنه الشاشة أكبر 27 إنش، الحاجة الثانية أنه تقدر تغير الرام وتعمل لها أبغريد بسهولة، الحاجة الثالثة أنه دقة الشاشة 5K، واللي جرب 5K مستحيل أنه يرجع ويشوف الفل إتش دي. الجهاز يأتي بثلاث أنواع مختلفة ما بينها فرق كبير من ناحية سرعة المعالج، لكن الفرق الأهم هو في الهارد ديسك. ففي موديل من الموديلات يأتي بهارد ديسك ميكانيكي واللي ما أنصح فيه، لكن الموديلات الثانية تأتي بهارد ديسك فيوجن درايف وهو اللي خليط من SSD وهارد ديسك ميكانيكي مع اختلافات بسيطة في كرت الشاشة. أسعار الجهاز زي ما هي موضحة أمامكم، الجهاز رائع واستثمار لك، حتى لو استخدمت الجهاز بعد كم سنة وفكرت تبيعه راح يجيب لك سعر ممتاز. أتمنى الفيديو أفادكم، يعطيكم العافية ونشوفكم مع فيديو قادم.